ويشارك، لان اذا ما نزلناش وما شاركناش يبقى ثورتنا دي كان لم تكن، يعني لان دون اول استحقاق حقيقي بعد ثوره 30 يونيو هو اول يعني خطوه على الطريق السليم، اول خطوه في خارطه الطريق تتم وبناء عليها تسير خارطه الطريق كما يعني تم وضعها في هذه المرحله الانتقاليه. نعم. فاعتقد ان كل انسان حريص على المشاركه. نعم. طيب سيادة المستشار اسمح لنا بس نتوقف قليلا في هذا الحوار ونذهب الى زميله لميس عبد الغني ووقفه اقتصاديه ونعود نستكمل الحوار مره اخرى. صباح الخير يا لميس. على هذه الوقفه الاقتصاديه وعوده مشاهدينا لاستكمال حوارنا حول الدستور مع المستشار ممدوح ويليام جيد نائب رئيس مجلس الدوله. سيادة المستشار، يعني المواطن كيف يضمن ان يكون صوته صحيحا عندما يدلي بصوته في هذا الاستفتاء على الدستور؟ يعني عايزين نقول ايه الحاجات اللي ما تخلوش يبطل صوته؟ هو الحقيقه برضه قانون مباشره الحقوق السياسيه حدد كيف يكون الصوت سليم. فهو اتكلم على الامور اللي تبطل الصوت. اول حاجه اذا كان الصوت مشروط، بمعنى ايه؟ ان واحد مثلا بيعلم على موافق او غير موافق وبيشترط شرط، يعني يقول مثلا ايه اوافق بشرط ان اشغل وظيفه وكلام ده مثلا، يعني على سبيل المثال، فده طبعا ده بيعتبر صوت باطل. الحاله الثانيه اذا علم على الموافقه وعدم الموافقه، في الحاله دي بيبقى صوته باطل. الحاله الثالثه اذا ساب الصوت فاضي، اذا الورقه فاضيه ما علمش على اي من الاصوات. فدي الحالات اللي معروف ان هي بتبطل الصوت. فاحنا طبعا يعني بننبه على الناس وبنقول لهم دايما في اللجنه خلي العلامه على الخانه اللي انت مختارها، يعني ما تعملش مثلا علامه تاخد هل في لون قلم معين ولا اي لا 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 لا، هو بس ما فيش تصويت بالقلم الرصاص، لكن اي قلم ما فيش فيه اي مشكله. والحاجه كمان اللي عايز اقولها ان الناخب عليه انه ما يشيرش لشخصيته في التصويت، لان دي برضو حاجه بتبطل الصوت، يعني واحد ما يمضيش، واحد ما يكتبش اسمه. الكلام ده وان اي حاجه اذا انا قدرت من البطاقه اتعرف على شخصيه الناخب فده بيعتبر صوته باطل. طب سياده المستشار، يعني طبعا احنا كنا متعودين ايام الانتخابات وايام الاستفتاءات سواء قبل ثوره 25 يناير او بعد ثوره 25 يناير بتكون الايام دي اجازه رسميه في الدوله علشان الناس كلها تقدر تروح. ليه السنه دي او في الاستفتاء ده بالذات يعني مفيش اجازه للناس علشان يقدروا يكون هناك متسع من الوقت عندهم ان هم يروحوا يصوتوا في الاستفتاء؟ هو الحقيقه التجربه العمليه اثبتت ان الناس لما بتاخد اجازه يعني وخصوصا ان فتره لا مش كده وبس، وخصوصا ان فتره الاستفتاء جايه قبلها اجازه المولد النبوي وكل سنه وانتم طيبين وجايه يعني ايه ممكن بعد كده واحد ياخد الاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه والسبت فبالظبط كده. وده حصل قبل كده الحقيقه في استفتاءات وفي انتخابات الرئاسه، يعني في انتخابات الرئاسه اللي فاتت، يعني ده بالفعل حصل لما خدنا اجازه والكلام ده. وبعدين من ناحيه ثانيه المواطن مش في حاجه انه ياخد يومين اجازه علشان يدلي بصوته. ومن ناحيه ثالثه يعني الحكومه كانت واعيه للمساله دي وقالت ان على كل وزاره ومصلحه ان هي هتهيئ للموظفين اللي فيها كيفيه الادلاء باصواته، يعني سواء مثلا هتخرجهم بدري او تديهم ساعتين الصبح. فاعتقد ان الجميع متعاون من اجل ان كل مواطن يدلي بصوته. غير ان ميعاد الاستفتاء يتم لحد بالليل كمان، لغايه الساعه 9 بالليل طبعا، من 9 الصبح ل 9 بالليل ده وقت ممكن ان هو يمتد. وهناك ايضا يا سياده المستشار على ان ممكن يمتد ليوم الخميس لو احتاج. وارد جدا طبعا، يعني ده بتبقى بقرار من اللجنه العليا للانتخابات، اذا اللجنه ارتأت ان هناك في كثافه تصويتيه عاليه وان اليومين المحددين ما كانوش كافيين، من حق اللجنه ان هي تمد العمل لليوم الثالث. طب سياده المستشار، في ناس بتعتقد ان اللجان بتاعتهم هتفضل هي نفس اللجنه لانها يعني راحت كذا انتخابات واستفتاءات قبل كده، هل يعني لازم هذا المواطن ينتبه انه ممكن يكون اللجنه اتغيرت؟ ايضا هل هناك يعني ليه ما يكونش هناك برامج توعيه للمواطنين يعني كيفيه الادلاء بالاصوات في هذه العمليه الانتخابيه؟ هو مما لا شك فيه انه وارد جدا ان لجنه كل مواطن تكون اختلفت، وده بسبب ان كل سنه بيحصل تعديل على قاعده البيانات بتخرج
الناس طبعا اللي مثلا اللي توفاه الله بيخرج من قاعدة بيانات الناخبين، وبتدخل ناس جديدة اللي كل من أتم 18 سنة وما فيش ما يمنع من مباشرته للحقوق السياسية. في طبعا ناس برضو مش كل اللي بيخرج بيكون توفاه الله، لأن في فئات القانون بيمنحها من مباشرة حقوقها السياسية، زي اللي محكوم عليهم في جريمة جناية أو محكوم عليهم في جنحة مخلة بالشرف أو العاملين المدنيين أو في القطاع العام. يعني اللي موجودين في الـ في الـ في السجون هل بيحق ليهم الإجزاء بأصواتهم أم لا؟ لا، لأني ما أنا بقول لحضرتك في ناس، يعني القانون حط فئات، في ناس محرومين من الادلاء باصواتهم والمشاركه في اي استفتاء او انتخابات، ودول زي ما قلت لحضرتك اللي محكوم عليهم بجريمه جنايه ما لم يكن رد اليها اعتباره، اللي محكوم عليه بجنحه في جريمه مخله بالشرف والامانه، زي السرقه، زي خيانه الامانه، زي جرائم الشرف، الحاجات دي كلها. العاملين في الحكومه والقطاع العام اللي مفصولين بسبب سلوك مخل بالشرف والامانه، برضو دول بيكونوا محرومين من الادلاء باصواتهم في الانتخابات. طب ازاي بقى يعني افرض الاليه علشان تنفيذ بقى ده او يعني مراقبه ده؟ هقول لحضرتك، هو برضو قانون مباشر الحقوق السياسيه يعني استوفى كل الامور دي عشان ما يكونش فيها اي لبس. ففيما يتعلق بالجرائم القانون نص بالنيابه العامه ان هي بتبلغ اللجنه المنوط بيها اعاده القيد او قيد الناخبين، ان هي بتبلغ في خلال 15 يوم من الحكم اللجنة، ولعل اللجنة اللي هي تقوم بتنقية الكشوف على هذا النحو. فيما يتعلق بالعاملين في الحكومة أو القطاع العام، دول بي أو قطاع الأعمال العام، لأن دلوقتي ما بقاش في قطاع عام، دول على كل جهة هم بيعملوا فيها برضو إن هي تبلغ اللجنة، والقانون حط الوسيلة وسيلة التبليغ بهذا الشكل. في ناس بقى يعني القانون قال إن هم مش محرومين لكن معفيين من الإدلاء بأصوات، اللي هم رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة طالما كانوا باقين في الخدمة، فإذا خرجوا من الخدمة بحق لهم التصويت. فعشان كده كل شوية بيحصل ان دايما بتحصل فلترة لكشوف الناخبين، يعني هناك شخص ممكن يكون محروم النهارده من الحقوق السياسيه، بكره يعني الجميع عليهم ان هم يرجعوا تاني جداولهم طبعاً. طبعاً. مكانهم فين، لجنتهم فين، عشان يقدروا يشاركوا ويعني ويروحوا ما يجدوش صعوبه في ان هم يدوا بصوتهم في الاستفتاء على الدستور. بالظبط، واللجنه العليا للانتخابات الحقيقه يعني مسهله الموضوع ده جدا بالدخول على موقعها على الشبكه الالكترونيه. حضرتك بتدخل الرقم القومي بتاعك، بيطلع لك اللجنه الانتخابيه اللي ليك حق التصويت فيها، ورقمك في كشف اللجنه كمان لتسهيل عملية التصويت. على أية حال نتمنى التوفيق في هذين اليومين. بنشكر حضرتك سيادة المستشار ممدوح ويليام جيد نائب رئيس مجلس الدولة، بشرفتنا في استوديو نيل الأخبار. شكرا حضرتك حمدا، ومشاهدينا نستكمل معكم باقي فقرات هذا الصباح بعد الفاصل.